سيغور يخد راهي وساح يمشي ما شب. أول ما طلعت المسرح كانت رسالتي للمجتمع هي إنه نحن المجتمع الشركسي عنا لغة، عنا عادات تقاليد، عنا قصص حكاية، حضارة، ثقافة. سيغور يسلج والسم ثاغ ما سنة ما ناسني قاج مثج وثما وواجي سدي مثج والسم ثاغ ما سيداك يزي. أول ما انضممت على مركز ثقافة الفن بأواخر 2019، أول طلعتي على المسرح كانت ب 2020 عيد المرأة العالمي، وبعد انضمامي لمركز ثقافة الفن شاركت بعدة فعاليات مسرحية وغنائية ورقص. طبعاً الهدف اللي كان من وراء يعني الرقص تعريف العالم على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، لأنه الرقص فيه له عدة رسالات. واجهت صعوبات أنه أول ما طلعت على المسرح المجتمع كان مستغرب أنه فنانة شركسية بتغني باللغة الشركسية، يعني كانوا مستغربين أنه أصلاً الشراكس عنده اللغة. طبعا شوي شوي تعودوا يعني تأقلموا، وصار كل فعالية إذا ما كان في لغة شركسية يسألوا ليش ما في. حاجم يا قمري مورد زيد داخل سما برغاسي وهو